تبدو نشرة الإخبارية من إسبانيا، فقد كشفت تقارير صحفية عن سبب عدم الإعلان الرسمي عن رحيل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان صوب ريال مدريد حتى الآن. وتشير أغلب التقارير الصحفية إلى أن مبابي سيرحل عن البي إس جي فور نهاية عقد يونيو حزيران المقبل، وسينضم إلى الملكي في صفقة انتقال حرة. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أن مبابي اتفق على كافة التفاصيل مع ريال مدريد، حيث سيحصل على راتب سنوي قيمته 15 مليون يورو ومكافأة توقيع بقيمة 150 مليون يورو. وأوضحت أن مكافأة التوقيع التي سيحصل عليها مبابي ستكون موزعة على 5 مواسم مدة تعاقده مع النادي الملكي. ومن المرجح أن يتم الإعلان عن الصفقة عندما يصبح مستحيلا أن يلتقي ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. ولفتت أيضا إلى أن كيليان مبابي سيرتدي القميص رقم 10 مع الريال ليأخذ مكان الكرواتي لوكا مودريتش الذي اقترب من الرحيل عن النادي المدريدي. ونبقى في إسبانيا، فقد انفجر الهولندي فرينكي ديونغ نجم برشلونة ضد الأكاذيب بحسب قوله التي تنتشر عليه في الصحافة خلال الفترة الماضية. وقال ديونغ خلال المؤتمر الصحفي استعدادا لمواجهة نابولي يوم الأربعاء بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: في الحقيقة أنا غاضب قليلا مما تكتبونه بشكل عام، حيث تظهر أشياء كثيرة غير صحيحة وهذا يزعجني. ظهرت أكاذيب مثل أنني أحصل على راتب 40 مليونا وهذا بعيد تماما عما أحصل عليه، ولن أقول أرقاما. أنا سعيد جدا في برشلونة وهو نادي أحلامي، وأمل أن أواصل اللعب هنا لسنوات عديدة. تنتقد الصحافة أحيانا مستواي وهذا لا يهم لأنه لكل شخص رأيه، لكنني لا أقبل الأكاذيب. وبالتوجه إلى فرنسا، حيث يبحث باريس سان جيرمان في مختلف الاتجاهات عن صفقة هجومية ثقيلة تعوضه عن الرحيل الوشيك لنجمه كيليان مبابي بنهاية الموسم الجاري. وذكرت صحيفة ذا أتلتيك أن البي إس جي يستهدف التعاقد مع فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي وهداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي. وأضافت أن باريس لا يعد الفريق الوحيد الذي يهتم بضم المهاجم النيجيري، بل يتردد بقوة أن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا بالعام الماضي 2023. وتابعت الصحيفة بالقول: يقال أيضا أن أوسيمين يشجع تشيلسي منذ طفولته، لكن هذا لا يمنع باريس من فكرة إغراء فيكتور أوسيمين بعرض مالي قوي بعد رحيل كيليان مبابي. أما في إيطاليا، فقد أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن ميلان يتطلع لاستعارة نجم جديد من ريال مدريد بنفس طريقة إبراهيم دياز. ولعب دياز بألوان ميلان في المواسم الثلاث الماضية على سبيل الإعارة وساهم في تحقيق لقب الكالتشو. وبحسب شبكة كالتشو ميركاتو الإيطالي، فإن ميلان يتطلع للحصول على خدمات اللاعب التركي أردا جولر لاعب ريال مدريد الشاب. وانتقل جولر صاحب 18 عاما إلى مدريد في الصيف الماضي مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى ما يصل إلى 10 ملايين يورو كإضافات ونسبة 20% من عائد البيع لناديه السابق فنربخشة. وكان ميلان أيضا من المرشحين لضم جولر في الصيف الماضي، لكن اللاعب استقر على الانتقال لريال مدريد. ونظرا لأن ميلان كان يتابع اللاعب لفترة طويلة، فإن النادي لا يزال مهتما بضمه وينوي التقدم بعرض مالي للريال من أجل استعارته في الصيف القادم. وننهي نشرتنا في إسبانيا، فقد أعلنت رابطة الدوري الإسباني لا ليغا عن حدود الرواتب الخاصة بأندية الليغا بعد انتهاء الميركاتو الشتوي. ووفقا لبيان الرابطة، فإن الحد الأقصى للرواتب الذي يستطيع ريال مدريد الوصول إليه عقب الميركاتو الشتوي يبلغ 727 مليون يورو، متفوقا بشكل كبير على باقي أندية الليغا. ويعني ذلك أن الملكية لن يواجه مشاكل في دفع راتب الصفقة المحتملة بضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في الصيف المقبل. وفي المقابل، تعرض برشلونة لصدمة قوية بعد أن انخفض الحد الأقصى لرواتبه إلى 204 ملايين من اليوروهات فقط عقب الميركاتو الشتوي. وكان الحد الأقصى لرواتب البلوغرانا عقب الميركاتو الصيفي الماضي يبلغ 270 مليون يورو. وبحدود الرواتب الخاصة بأندية الليغا، نكون قد وصلنا إلى نقطة نهاية للنشرة الرياضية من قناتكم أرقام رياضية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات للتوصل بكل جديد. إلى اللقاء.